المهنة أنا اتعلمتها عن والدي، كان عندي 7 سنين، وبداية تعليمي بيها اللي هي إزاي أربط المطلع في النخلة، وإزاي إن أنا أشد نفسي لما بطلع النخلة، إذا كانت النخلة ليها سلاليم أو ملهاش سلاليم. فإذا كانت ليها سلاليم بتبقى سهلة في الطلوع، أما إذا كانت ملهاش سلاليم بتبقى صعبة شوية، فبتعتمد على عصب الشخص، لأنه هو بيضغط على المطلع اللي هو سنده على أساس يدي قوة يدي عصب، يبقى منا جسمه محمل على المطلع وعصبه مشدود على جسم النخلة في الطلق. ولما بنطلع فوق بنبدأ مرحلة التجليم، بداية بنجلم الكرنيف، بناخد الليف، بعد كده الجريد. النخلة لما بنطلعها مش كل النخل بيطلق، في نخل بيبقى طرحه على الأرض، فبنضطر ان احنا نقطعها وهي على الارض، سهلة مش صعبة. الادوات بتاعتي بيبقى عبارة عن سكين او الفاس، كل حاجة ليها غرض. السكين لقطع الزباطة، الفاس للتجليم اللي هو الكرنيف والليف والجريد. لما بنطلع النخلة بنطلعها 4 مرات في السنة، مرة للتجليم، ومرة للتطليق اللي هو التلقيح بتاع النخلة، ومرة للخف، ومرة للجمع. النخلة عندي زي الطفل الصغير، كل ما أنا حفظت عليها ونظفته كل ما ساعدتني في بناية جسمها، في خروج الفصائل منها، في منع إصابتها بالحشرات اللي هي الإصابات بتاعة النخيل اللي هي السوسة. فهي كل ما كانت النخلة نظيفة، كل ما حفظنا عليها، سواء كان رش أو عملية التنظيف، إزالة الزوائد اللي فيها، كل ما احنا ساعدنا على نمو افضل. لان النخله عندنا زي الطفل الصغير، كل ما نظفناه كل ما تحفظ من الامراض والحشرات اللي في الصيف. اذا كنا عايزين فصائل من النخله، فانا اكتر حاجه بعملها او احافظ عليها ان انا ما اشيلش الكرنيفه بتاعت النخله، لان الكرنيفه هي العنصر الاساسي في الانجاب بالنسبه للنخله، زي بالنسبة للمرأة والذكور هي الجزء التناسلي بتاعها. اتكلمنا عن مخاطر النخيل، بتبدأ معاي من ربط المطلع اللي هو الآلة اللي أنا بستعملها لطلوع النخيل. أهم حاجة عندي إن الحبل بتاع النخيل اللي هو المطلع يبقى شديد وناشف. ليه شديد وناشف؟ على أساس إن أنا لما بدي بدفع قوتي على النخلة، يساعدني في الرابة، ما بيبقاش مرطرط أو مرخي بمعنى صح، على أساس يساعدني في الرفة، بيبقى بيديني أسهل في الطلوع. لما بطلع النخلة فوق الرباط بيبقى محكم، النخلة لو هي زايدة معاي في الحجم بيبقى سهل عملية توسيعها، لأن في الرباط بتاع المطلع أنا بشد الحبل من نهاية الكفة اللي هي بتسند الظهر، بحذفه ناحيتي وبشد الرباط رخو. نخلة هنا ما بتتعرضش معاي لعملية مخاطر فيها أو أي أجزاء فيها، إلا إني أنا برخي الرابطة. لو أنا مسكت غلط، بالتالي إن الرابطة هتتحل وبتبقى بتسقط من على النخلة. أكتر مخاطر في النخلة في حالة ارتفاع جرادات الحرارة، وارتفاع جرادات الحرارة بالنسبة لجسم النخلة بيبقى جسم النخلة سايح، زي أنت بالظبط لما بتبقى يعني في الحر جسمك بيبقى سخن، ما بتبقاش طايق اي حاجه، بتبقى جسمك ما فيش، فبيبقى جسم النخله سايح. لو النخله محمله ومدياني نسبه ميل، ما عملتش حسابي انا في الحراره، النخله بتديني عمليه قطم في النص عشان تجلك انت فوق، زود الضغط عليها، هي جسمها سايح، جسمها سايح، عندما بتنزل بتروح واخداك، بتروح قطمه على طول. النخلة اللي هي محملة ومدية طرح جاية في جنب واحد، دي من ضمن المخاطر اللي بتصادف. لو فكرنا في عملية هبوب الرياح وانت طالع النخلة، هبوب الرياح ان ما كنتش تشد نفسك على المطلع وجسم النخلة، تشد شد جامد، بالتالي الهواء بيعمل معاك عملية تخلخل في الاتزان، وممكن تسقط من المطلع بالسبب ده. كنت بقطع طلع النخل وطلعت فوق، وصلت للكوزان بتاع الطلق، وكانت المفاجأة إن أنا قطعت أول كوز وتاني كوز. الكوز اللي رميته تحت للأسف كان ده على عش فيه تعبان، هو فيه تعبان، فأنا اتصادفت إن أنا رميته، رميت الكوز ده تحت، فهو أول ما جه الكوز عليه
هو سحب نفسه راح طلع على النخله. انا ببص فوق لقيت نفسي ان انا بقطع الكوز، وببص لتحت لقيت تعبان طلع علي. طب انا هعمل ايه في الوقت ده؟ لا اما ان انا ارمي نفسي، لا اما ان انا الحق نفسي. فما اعرفش ازاي ان هي اداني الالهام، سبت الكوز يسقط على جسم النخله بحيث ان هو يعمل انزلاق. فده الانزلاق ده على التعبان نفسه خده ونزل. كنت في الوقت ده لحقت ونزلت سريع ان انا انفد من التعبان. انت تخيل نفسك وانت طالع النخله وانت تحت، لما تتخيل نفسك وانت فوق وانت تحت، تدي لك قيمه، يدي لك ثقه في نفسك، تشوف المنظر الجمالي من فوق عكس وانت قاعد تحت النخله.